المقابلة، نهاية المقابلة، نهاية المقابلة بفوز نادي الساقو القنيطري بهدفين دون مقابل على حساب نادي الكواكب القنيطري. وبالتالي طارق قميش كرة، أولى أهداف المقابلة، أولى أهداف المقابلة عن طريق نور الدين كبوشي. نور الدين كبوشي كانت تسجيل على غفلة من جامع، يعني مازال ما كملتش تشكيلات الفريقين. نور الدين كبوشي لاعب نادي السوق كيف تسجيل صافي. الحكم مصطفى كيك، وائل زروقي غير استدا قوية مباشرة من وائل زروقي، لكن الثاني محمد الزهراني، في حين الحكم الثالث خويا ممتازة رايعة من أيوب الوزاني، لكن نبيل بالطاوي الزهراني، والحكم الثالث عمر تيكيلي. وائل زروقي مباشرة قوية ممتازة، لكن الدفاع كيتصدى ليها سابو القنيطري. كرة دائما عند وائل قوية لكن ممتازة، قوية من وائل زروقي. حسن وائل طالع طالع عند حسن عزوكا في العريضة شيبوب، شيبوب يتقدم بها ممتازة، شيبوب مهدي قوية، وائل جميلة، مراوغة ساعد ممتاز، ساعد ممتاز، وائل طالع فيها في العريضة خطر، لكن في العريضة نقطتين 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 الهدف الثاني، نقطتين الهدف الثاني، نقطتين الهدف الثاني. الضربة القاضية، الضربة القاضية من لاعب الصقر، كانت الضربة القاضية في العريضة السكوكية، تسيرت الاخر في العريضة، تسيرت في الكالي في العريضة، مرتدة سريعة، مرتدة سريعة، ونقطتين نقطتين كبوشي كيحمل رقم جوج وكيسجل هدفين، والصقر كيتقدم بهدفين دون مقابل على حساب نادي الكواكب القنيطري. نبيل بالطاوي طويلة، شيبوب مهدي سيدا في العريضة، في العريضة من المهدي شيبوب زهير عطوش. نور الدين كبوشي قوية لكن بعيدة كل البعد، ونهاية المقابلة، نهاية المقابلة، نهاية المقابلة بفوز نادي الساقو القنيطري بهدفين دون مقابل على حساب نادي الكواكب القنيطري. نادي الساقو القنيطري كينتصر بهدفين دون مقابل على حساب الكواكب، وبالتالي رسميا الساقو القنيطري كيكمل فرق مربع الذهبي لمباراة السد الجهوية اللي فيها نادي الساقو، نادي أشبال الصخيرات، نادي جمعية سالة أهلي سالة الجديدة، ونادي الترجي القنيطري. إذا المجهودات ديال سنة أخيرا كتبر أنكم إن شاء الله تأهلتوا للبراج، الله يسهل عليكم. شنو بغيت نقول لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الدراري بعدا اللي قدموا واحد الاداء جيد، برغم كنواجهوا بزاف ديال العراقيل من ناحيه ديال التيران، من ناحيه ديال بزاف الحوايج، الحمد لله على هذا الشيء. المجهود ديال نبيل والدراري كاملين، كنبغي نهدي هذا الاداء هذا لمعز الدين وبمعز الدين. كنشكروا هاد اللعاب على القيشاليه ديالهم، وكتشوفوا راهم صعوبات الجمهور ما خلاهم شي يدخلوا، كان شويه غيعاوننا الجمهور لو كان، والحمد لله كتشوفوا الدراري كانوا رجال في هذه المباراه. الحمد لله كنشكرهم بواحد بواحد، وكنشكر عز الدين اللي كيتقاتل رغم المرض ديالو كيتقاتل معنا العام كامل، واخا ما كاينش الامكانيات شويه الحمد لله. المره الثانيه غتكون لك في مباراه السد، الاول ضاعت في اخر لحظات لك عقدتي عليها، مشيتي القسم الوطني الاول ورجعتي لفريق الصقور باش تعاود تصعد المباراة السد. الحمد لله هذا الشيء هذا الدراري اللي زادوا حمسوني انني نزيد نلعب معهم هذا العام، واخا كانوا شويه المشاكل في العام كاع ما كشغلنا نقدر نلعب هذا العام كاع، كانوا عندي شي مشاكل، الحمد لله الدراري خلوني نرجع للميدان وتقاتلت معهم الحمد لله بفضل ديالهم، والفرحه ما خلتنيش نوصف لكم هذا الشيء هذا، الله يسهل عليكم. هذا العام كامل ان شاء الله الان كتوجو كتوصلوا مره اخرى كتوصلوا للبراج، اش تقول لنا على هذا الموسم هذا اللي دوزتوا؟ انا اكيد في المتعيد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر قناه الفجر على هذا الاستقبال، كنشكر الناس اللي ساندونا لا في الخفاء لا في اي حاجه، شكرا للناس بزاف، وهذا مجهود ديال العمل ديالنا اللي عام كامل حنايا بيناتنا بعضياتنا كنخلقوها بيناتنا باش اننا نوصلوا لهذه المرحله.
كنشكر الله بعدا كنشكر الله وش نقول لكم انا اليوم الفرحه ديالي راه ما توصفش الحمد لله بزاف وصلت لهذه المرحله وكنتمنى الخير ان شاء الله القدام وكنشكر بعدا العصبه على هذا التحكيم اللي جابوه هذا اول مره في المستوى جابوا التحكيم كنشكرهم مزيان وكنأكد على جنود الخفاء الله يسهل عليهم ويرحم لهم الوالدين حنا جينا لعبنا الكره وربي وفقنا وعاش الملك الله الوطن الملك تكون ترجع الدين ان شاء الله كنحاول نديروا اللي علينا وربي ربي ما كيضيعش اجر المحسنين ربي لاي واحد تيخدم ربي راه كيجازيه وش نقول لكم الله يخليكم لينا وشكرا بزاف.